بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا ضمن سلسلة شروحات تطبيق مايكروسوفت تيمز. الآن سنتعرف على تغلب على أحد المشاكل التي تواجه بعض الزملاء في عدم ظهور درجات الطلاب بعد تصدير الدرجات. كما يظهر أمام حضراتكم الآن، قمنا بالخطوة الأولى وهي تم إرجاع الاختبار لجميع أعضاء الفريق، ولكن بالضغط على أو عند تصدير الملف في إكسل ونتفحص ملف الإكسل الذي تم مؤخرا، وليكن هذا الملف. بعد فتح الملف نجد أنه لم يتم رصد أي درجة للطلاب. لكي تظهر أمامنا بشكل بسيط، نقوم بحذف الأعمدة التي لا حاجة لها والتي تحتوي على اليوزر نيم أو وقت الدخول. كما يبدو أمام حضراتكم الآن أن مجموع النقاط التي حصل عليها الطلاب في هذا الملف فارغة تماما ولا يوجد أي درجة. كيف يتم حل هذه المشكلة للحصول على درجات الطلاب؟ نقوم بالرجوع مرة أخرى إلى المايكروسوفت تيمز ونقوم بفتح هذا الملف، نضغط على Open in Forms. بعد الضغط على Open in Forms سيظهر أمامنا الاختبار بهذا الشكل، وستظهر تلك في تنبيه أمام كل سؤال. زي ما حضراتكم شايفين، في عندنا النقاط، المعلم وضع النقاط بالفعل عند تحديد السؤال، لكنه نسي خطوة هامة جدا وهي عدم تحديد الإجابة الصحيحة. نقوم بالضغط على كلمة رجوع ونقوم بالذهاب مرة أخرى دي مجموعة الاستجابات، هنتجه إلى الأسئلة. كما يبدو أمام حضراتكم الآن، السؤال الأول لم يتم تحديد الإجابة الصحيحة، وبالطبع لن تظهر درجة للطالب بالرغم من أن المعلم قام بإضافة النقاط على هذا السؤال. إذا لابد من الضغط على أو مقابل الإجابة الصحيحة في السؤال الأول، كذلك السؤال الثاني لابد من اختيار أو تحديد الإجابة الصحيحة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيتم الآن الحفظ، يتم حفظ الدرجة، تم الحفظ بالفعل. إذا قمنا الآن بالرجوع مرة أخرى للاستجابات بالضغط على الاستجابات وقمنا بفتح هذا الملف، نضغط على نشر الدرجات أولا. كما يبدو أمام حضراتكم الآن، الطالب تم رصد درجة كل طالب أمامه. أيضا إذا رغبنا في فتح الملف أو تصديره إلى ملف إكسل، بمجرد الضغط عليه الآن تم تحميل الدرجات، وهنطلع عليها تماما الآن لكن بصيغة أخرى. الملف الذي سيتم تصديره من موقع المايكروسوفت فورم سيظهر فيه الدرجة بشكل صحيح، لكن إذا قمنا بالتصدير من المايكروسوفت تيمز لن تظهر الدرجة بسبب الخطأ الذي كان مسبقا. لنفتح الملف ونتطلع إلى التغيير. طبعا كما ترون حضراتكم الآن، هنا إجمالي النقاط لكل طالب لكي تتضح بشكل أفضل في المنتصف، وهذه الدرجات لجميع أعضاء الطلاب ظهرت بالفعل ويمكن استخدامها ورصدها والتغلب على مشكلة عدم إدراج درجات الاختبار للطلاب. نشكركم وإلى لقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.